قال وحدثنا أبو عبد الله القزويني أيضا قال حدثنا يحيى بن عبدك القزويني قال سمعت يحيى بن يوسف الزمي يقول بين أنا قائل في بعض بيوت خانات مرو فإذا أنا بهول عظيم قد دخل علي فقلت من أنت؟ قال ليس تخاف يا أبا زكريا. قال قلت فنعم من أنت؟ قال فقمت وتهيأت لقتاله فقال أنا أبو مرة. قال فقلت لا حياك الله. فقال لو علمت أنك في هذا البيت لم أدخل، وكنت أنزل بيتا آخر، وكان هذا منزلي حين آتي خراسان. قال قلت من أين أتيت؟ قال من العراق. قال وقلت ما عملت بالعراق؟ قال خلفت فيها خليفة. قلت ومن هو؟ قال بشر المريسي. قلت إلى ما يدعو؟ قال وإلى ما يدعو؟ قال إلى خلق القرآن. قال وآتي خراسان فأخلف فيها خليفة أيضا فأخلف فيها خليفة أيضا. قال قلت إيش تقول في القرآن أنت؟ قال أنا وإن كنت شيطانا رجيما أقول القرآن كلام الله غير مخلوق. القصة الثانية صحيحة، قد يستغرب الإنسان ولكن ليس بغريب ولا بديه. فهذا يحيى بن يوسف الزمي حكى هذه القصة، ويعني حكيت عنه بإسناد صحيح أن الشيطان أتاه وهو في مرو في خان، يعني كان منزل شبه الفندق ينزل فيه يعني الغرباء والوافدين وكذا من هذا السن. قال له ما تخاف مني يا أبا زكريا؟ قال لا ما أخاف منك. نعم ما أخاف. من أنت؟ قال أنا أبو مرة، أنا الشيطان، الشيطان الأكبر لعنة الله عليه. فقلت له من أنت؟ قال فقمت وتهيأت لقتالي فقال أنا أبو مرة. فقلت لا حياك الله، يعني ثابت قوي الجأش، يمكن لو كان جبان تخور عليه قواه ويموت. شيطان أمامه كذا خاف، إنسان ما يقدر يواجه الجن، كثير من الناس لما يرى الجن يموت خوفا. بعض الناس يستطيع يواجه الجن ها ويهزمها، ومن عمر بن الخطاب ما سلك فجر إلا سلك الشيطان فجر غير فجه، ومن أبو هريرة رضي الله عنه أمسك الشيطان وهو يحثم من الطعام ويسرق أمسكه 3 مرات ما يخاف. المؤمن القوي لا يخاف لا من الجن ولا من الإنس، لا يخاف إلا الله تبارك وتعالى، خاصة الخوف الشركي نعوذ بالله. فبعضهم قد يخاف الخوف الشركي من الأموات ومن الشياطين ونعوذ بالله من البلاء، فهذا لم يخف، ثابت الجيش وقوي، وقابل الشيطان هذه المقابلة فقال الشيطان لو علمت أنك، هذا دليل أن الشيطان والجن لا يعلم الغيب ها؟ كما قال الله في قصة سليمان لو علمت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. هل أنبئكم على ما تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، كاذبون هم كذابون بارك الله فيك، لأنه يسرق يسمع الأخبار في السحاب أو في السماء ويأخذ يخطف الكلمة وينزل فيقرها في أذن الكاهن أو الساحر فيضيف إليها من الكذبة، هذا الذي يضيف يقال أنه الشيطان ويقال أنه الكاهن، ولا كل حال سواء الكاهن أو كان الشيطان الساحر والكاهن اللذان يتلقيان من الشياطين الإفك والكذب كذابون، فإن من روى حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. على كل حال قال وعلمت أنك في هذا البيت لم أدخل، وكنت أنزل بيتا آخر ما في هذا المنزل، وكان هذا منزلي يعني هذا المنزل التي أنت فيه كان أنزل فيه
متأزل فيه. حين آتي خراسان قلت من أين أتيت؟ قال من العراق. قلت فتنة محتدمة فيها. قلت ما عملت بالعراق؟ قال خلفت فيها خليفة. الخلفاء قد يكون خلفاء الشياطين. قلت ومن هو؟ قال بش المريسي. فدعاة البدع والضلال خلفاء الشيطان، والعلماء ورثة الأنبياء وخلفائهم إن شاء الله. ودعاة البدع والباطل والكفر والضلال خلفاء إبليس وجنوده. فاحذروا أن يكون أحد منكم من جند الشيطان أو من خلفائه. نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وأن يجنبنا الفتن والبدع وأن ينزهنا من خلافة الشياطين. قلت إلى ما يدعو؟ قال إلى ختم القرآن. هذه وحدها مكسب كبير للشيطان، وفيها معارك وفيها خلافة وفيها هناك بدع أكبر منها والعياذ بالله يدعو إليها كثير من الناس. فتجد هذه واحدة من مئات البدع من بدعه مع الأسف. قال وإن قال وآتي خراسان فأخلف فيها خليفة، لأن هذا الشرق كما يقول يطلع منه قرد الشيطان. ففي العراق وما وراءه يعني قرن الشيطان، بدأت الروافض والخوارج والمعتزلة والجهمية وغيرهم، ومنها خلق القرآن، كلها ذر قرنها هذا المشرق الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يكف شره عن أمة الإسلام وعن الإسلام. سأله قلت إيش تقول في القرآن أنت إذا كان عندك هذا النشاط وخليفة هنا وخليفة هنا لهذه البدعة، أنت إيش رأيك فيها؟ ماذا تقول؟ قال هذا وكنت شيطان رجيما أقول القرآن غير مخلوق. يضحك على الناس ويضيعهم. ها بارك الله فيك. إن الشيطان يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، نعوذ بالله. طيب بعض الدعاة يقول لك هو ما يؤمن هذا، مثلا ما يقول بوحدة وجود. طيب ما يعتقد بوحدة وجود، طيب ما يعتقد بوحدة وجود لكن يدعو إليها. هو شيطان بارك الله فيك، هو أخبث من هؤلاء الذين يقعون في بدعته. عرفتم؟ يقول لك لا ما يقول بحث الوجود، وقالها كتبها سبق لسان كلام ايه ها. طيب ايش اللي خلاه يكتبها يمدح اهلها والى اخره؟ ها فان كان يؤمن بها فهو منهم، وان كان يؤمن بها فهو شبه منهم. مثل الشيطان هذا لا يؤمن بالمقوله ان القران مخلوق ويدعو اليها وينشط وكذا وكذا وهو لا يؤمن بها. فهمتم هذا؟ فكان يقول لك ما يقول بوحدة الوجود. احكي القصة عليه احفظوها تكون حجة عليه، وهي قصة صحيحة. فهمتم؟